بسم الله الرحمن الرحيم. النهارده باذن الله هنتكلم عن الفايف رول روتين ان مانجمنت اوف سكين ديزيز. في البدايه، زي ما كل عارفين ان الفايف رول روتين ده عباره عن كيمو ثيرابيوتيك ايجنت بيستخدم في علاج العديد من الكانسرز، سواء كان جي اي تي، بريست، اوفري او غيره. في البداية في سنة 54 تم تصنيع الفايف فلوروراتيب وتم استخدامه في المايس، ووجدوا إن الهيباتوما سيل بتكونسيوم هاير amount اوف فايف فلوروراتيب مور ذان النورمال تيشو، بالإضافة لما كان له سايتوتوكسيك افكت على الهيباتوما سيل. من هنا بدأ استخدامه ككيمو ثيرابيوتيك ايجنت في علاج الكانسرز المختلفة. بعد كده بدأ استخدام التوبيكال 5 فلوراسيل في علاج بعض السكين ديزيز زي الاكتينيك كيراتوزس والكيرات واكانفوما، ولما وجدوا انه افكتيف وريلاتيفلي سيف تم منح الاف دي ابروفال للتوبيكال 5 فلوراسيل 1 اند 5% فور تريتمنت اوف اكتينيك كيراتوزس اند سوبرفيشال بيزال سيل كارسينوما في سنه 70. وبعد كده في سنه 91 تم منح الاف دي ابروفال لل 0.5% كريم ايضا. الفايف فلوراسيل ده عباره عن ايه؟ ده عباره عن بايريميدين انالوج. زي ما كلنا عارفين ان البايريميدين دي نيوكليوتايدز بتدخل في تكوين الدي ام اي والار ان اي. من البايريميدين حاجه اسمها اليوراسيل، تمام؟ طيب من اسم المركب بتاعنا الفايف فلوراسيل، يبقى هو عباره عن يوراسيل وفي فيوران رينج في كربون نمبر 5، عشان كده ممكن نقول عليه فايف فلوراسيل او فلورينيتد يوراسيل. ازاي بيشتغل؟ الكيموثيرابيوتيك افيكاسي بتاعته بترجع ان اللي بيبقى ان له سايتوتوكسيك افكت، بيعمل سيل ديث وابوبتوزس للماليجنانت سيلز. ده ببساطه لان الفايف فلوروراسيل قلنا ان هو بايريميدين انالوج او عباره عن فلورينيتد يوراسيل، بيعمل بمثابه فولس بيز، بيحل محل اليوراسيل في الدي ان اي وفي الار ان اي، فيعمل ديسربشن ليهم ويؤدي في النهايه للسيل ديث. طيب ان شورت كده، الكلام ده بيحصل ازاي؟ بعد ما بيدخل الخليه الفايف فلوروراسيل بيحصل له مجموعه من الانزيماتيك رياكشن وبتنتج مجموعه من الانترميديت، منهم مركب اسمه فلوروريجين ترايفوسفيت، ده اللي بيحصل له انكوربوريشن في الار ان اي، فيعمل انهبيشن للبروسيسنج اللي هو التكوين والفانكشنز اوف ديفرنت ار ان اي، سواء كانت ميسنجر رايبوزومال او ترانسفير ار ان اي. ده يؤدي في النهايه ان بيعمل ديسربشن للسيل ميتابوليزم والفايبيليتي، ويؤدي في النهايه الى سيل ديث. Another metabolite is fluorodeoxyuridine monophosphate. ده بيعمل انهبيشن لانزيم اسمه thymidylate synthase، وده مسؤول عن تحويل الديوكسيوريدين مونوفوسفيت لديوكسي thymidine مونوفوسفيت. الخطوه دي مهمه جدا وكي ستيب في الدي ان اي سينسز والدي ان اي ريبير، فلما يحصل لها انهبيشن هيحصل انهبيشن للدي ان اي سينسز وانهبيشن للدي ان اي ريبير. طيب الديوكسيوريدين مونوفوسفيت ده هيحصل له اكيوميليشن ويبدا يتحول الى ديوكسيوريدين ترايفوسفيت ناتشورال وفلورينيتد، والاثنين هيحصل لهم انكوربوريشن في الدي ان اي ويعملوا دي ان اي دامج. في الخليه الطبيعيه لما بيحصل دي ان اي دامج المفروض يحصل دي ان اي ريبير، هنا لا، احنا قلنا الدي ان اي ريبير خلاص توقف لان الخطوه الكي ستيب اللي هي بتاعه السنسز اوف تايم جين توقفت، يبقى في دي ان اي دامج من غير ما يحصل له ريبير، ده هيؤدي في النهايه الى سيل ديث. الميكانيزم الثالثه اوف سايتوتوكسيستي برضو انه بيزود الاكسبريشن اوف بروتين بي 53، وده برضو بيعمل سيل سايكل اريست وبينديوس الابوبتوزس. يبقى انا عندي السايتوتوكسيك افكت اوف 5 فلوروراسيل نتيجه انه بيعمل ديسربشن للدي ان اي سينسز، ديسربشن للار ان اي سينسز، وانه بيزود الاكسبريشن اوف بروتين 53. في another potential mechanism بقى لل 5 فلوروراسيل بعيد عن السايتوتوكسيستي انه له wound healing response، وده لانهم لاحظوا ان بيزود الاكسبريشن اوف سيفرال ماركرز، منها الانترلوكين 1 بيتا وده انفلاماتوري سايتوكاين، والماتريكس ميتالو بروتينيزس 1 اند 3. التو كومباوندز دول بيعملوا اكسترا سيلولار ماتريكس ديجراديشن اند ريموديلنج، وهنشوف ازاي ده ممكن اوظفه في الانديكيشنز بتاعتي. لو جينا نتكلم على الانديكيشنز بقى ان درماتولوجي بستخدمه في ايه؟ احنا عندنا وجدوا ان السيتوتوكسيك افكت اوف 5 فلوراسيل بيبقى مور ايفيدنت ومور برونانسد في الرابيدلي بروليفريتنج سيلز اللي هي البلاستيك سيلز والاكتينيك سكين مور ذان النورمال سكين، لذلك بيتم استخدامه في البلاستيك ليجن سواء كانت بري كانسرس واشهرها الاكتينيك كيراتوزس، المالجنان تيومر سواء كانت بي سي سي سكويموس سيل او غيرها، بناين تيومر زي الكيراتو اكانثوما والوورت، وكمان الهايبر بلاستيك سكين ديزيز زي السوريسيس. طيب بما ان برضه السيتوتوكسيك افكت ده بيبقى مور ايفيدنت في الاكتينيك سكين، ممكن استخدمه في الفوتو دامج سكين.
قدره الفايف فلوريوراسين انه السيتوتوكسيك افكت اوف فايف فلوريوراسين بيخليه يقدر يعمل انهبيشن للفايبروبلاست بروليفريشن، وبالتالي انهبيت الكولاجين سينثيسيس. كمان كون انه بيزود الماتريكس ميتالو بروتينيزس ده هيعمل اكسترا سيلولار ماتريكس ديجراديشن اند موديلنج. الكلام ده انا ممكن اوظفه واستخدمه في ايه؟ انا عايز اعمل انهبيت الفايبروبلاست بروليفريشن وانهبيت الكولاجين سينثيسيس والتيشو اللي موجود اعمله ديجراديشن وريموديلنج، يبقى انا هستخدمه في الفايبروتيك ليجنز اللي هي الكيلويد والهايبرتروفيك سكار. كمان من الريكوجنايز سايد افكت اوف فايف فلوريسيل هو الهايبر بيجمنتيشن، وده لاحظوه في الناس اللي بيبقى كان عندهم كانسرز وبياخدوا انترافينوس فايف فلوريسيل كان بيحصل هايبر بيجمنتيشن ات سايت اوف انجكشن. طيب الهايبر بيجمنتيشن ده ممكن بيحدث بسبب ايه؟ ممكن بسبب الانفلاماتوري، احنا قلنا انه بيستيميوليت وند هيلينج ريسبونس وبتطلع انفلاماتوري ميديتورز منها الليكوترين سي 4 ودي 4، والاثنين بيستيميوليت الميلانوسايت بروليفريشن اند مايجريشن. كمان بيزود الاكسترا الماتريكس انتالو بروتينيزس وبيعملوا اكسترا سيلولار ماتريكس ديجراديشن اند ريموديلنج، ده بيفاسيليتيت المايجريشن اوف ميلانوسايتس، وبالتالي انا ممكن استخدمه في الهايبو بيجمنتد سكين ديزيزز زي الفيتيلجو والايديوباثيك جاكتيت هايبوميلانوس. كمان السيتوتوكسيك افكت اوف 5 فلوريسيل ده ممكن يعمل ابوبتوزس للاميون سيلز او تي سيلز، يعني اللي بتعمل اميون ميديتد ديستراكشن للميلانوسايتس في الفيتيلو. يبقى دي انذر ميكانيزم اوف اكشن اوف 5 فلوريسيل ان تريتمنت اوف الفيتيلو. لو جينا نتكلم على الافيلابيلتي اوف 5 فلوريسيل، يمكن اشهر حاجه اللي كلنا عارفينها طبعا اللي هو الفايل او الامبول، موجود بكونسنتريشن 50 مللي جرام لكل مللي. ده طبعا بيستخدم في الانترافينوس انجكشن في حالات الكانسرز، لكن احنا في الجلديه بنستخدمه انتراليجنال انجكشن، بيستخدم as such من غير دايليوشن، او ممكن اعمل له ميكس بترايم سيميلون زي في حالات الكيلويد والهايبرتروفيك سكارز، او ممكن اعمل له ميكس بلوكال انستيزيا عشان اقلل الانجكشن اسوشيتد بين، وهنعرف ان شاء الله بعد كده في الابلكيشنز الريشيو بتبقى كام لكام. طيب هحقن كميه قد ايه؟ variable من 0.1 ل 0.4 ملي لكل سنتي. بيعتمد على ايه؟ بيعتمد طبعا على النيتشر اوف ذا ليجن، يعني لو كناين ليجن مثلا فيتيلجو او كيلويد او سورايسز بخليني في الكونسنتريشن القليل اللي هو 0.1 0.2، لكن لو انا عندي مالجنانت بي سي سي او سكويموس سيل لا، انا ممكن اوصل ان انا احقن 0.4، ممكن توصل ل 1 ملي في الليجن لو هي صغيره. طيب هل في ماكسيمم دوز في السيشن الواحده انا مسموح لي لحد كام؟ 100 مللي جرام، ده في الادلت. 100 مللي جرام يعني 2 مللي، يعني سرنجتين انسولين. بحقن كل قد ايه؟ الافريج بتاعنا تقريبا من كل اسبوعين لكل 4 اسابيع، لكن احيانا لو انا مستخدم كونسنتريشن قليل وكميه قليله ممكن احقن كل اسبوع، خاصه ان لو البيشنت جالي بعد اسبوع ما فيش اريتيشن ما فيش انفلاميشن فممكن احقن. في كريم فورم له فاريبل كونسنتريشنز ابلايد ازاي؟ طبعا هو بيبقى في صوره كريم، ال 5% بيبقى ابلايد توايس دي مرتين في اليوم. نخلي بالنا ان ال 0.5% بيبقى له مميزات كتير عن ال 5%، اولا الكونسنتريشن قليل بالتالي الاريتيشن واللوكال سايد افكتس اقل. طيب الحاجه الثانيه، طب معنى ان الكونسنتريشن قليل معنى كده الافكاسي قليله؟ وجدوا لا، يعني في ستادز هنتكلم عليها ان شاء الله بعد كده، اما عملوا كومباريزون ما بين التو كونسنتريشنز لقوا ان الافكاسي تقريبا متساوي، وده راجع لانه ديزايند بفورموليشن معينه حاجه اسمها كنترول ريليز مايكروسفير فورموليشن، ده بيخلي الدواء كمان ريتيند في السكين لفتره اطول من ال 5% العادي، وبالتالي بيستخدم وانس ديلي نوت توايس، فبالتالي بيبقى مور كونفينينت للبيشنت. كمان ال 0.5 وجدوا ان السيستميك ابسوربشن بعد كده او ان يحصل فلكس للدراج ويدخل السيركيليشن ده بيبقى اقل من ال 5%، وبالتالي برضو الريسك اوف سيستميك سايد افكتس بتبقى اقل. في كمان برضو سوليوشن فورمز ديفرنت كونسنتريشنز برضو ابلايد وانس اور توايس، وفي سوليوشن كونتيننج ال 5 فلوريسيل مع 10% ساليسيليك اسيد، ده برضو بيبقى جاهز. يعني لو جينا نتكلم على الكاينيتكس، الابسوربشن اوف توبيكال دراج ده مهم طبعا عشان السيستميك سايد افكتس، وجدوا ان التوبيكال 5 فلوريسيل سواء كريم او سوليوشن نسبه قليله جدا 2 3% هي اللي بيحصل لها
سيستميك ابسوربشن. لكن نخلي بالنا انه لو ابلايد على دامجد سكين النسبه دي ممكن بتزيد اب تو 70 تايم، 70 مره. تمام. الحاجه الثانيه الانتراليجنال انجكشن اب تو 10% اوف ذا دراج ويل بي سيستميكلي ابسورب. الميتابوليزم اوف 5 فلوروراسين مين اللي بيتم في الليفر بانزيم اسمه داي هايدرو بايريميدين دي هيدروجينيز. حوالي 80% من الدراج هيحصل له ميتابوليزم في الليفر، لذلك لو بيشنت عنده هيباتيك امبيرمنت بيست تو بي افويدد او ممكن يبقى كونتر انديكيتد كمان. بالنسبه ال 20% الباقيه بيحصل لها اكسكريشن ان تشينج في اليوريك. لو جينا نتكلم على السايد افكتس اوف 5 فلوروراسيل فلو سيستميك ولوكال سايد افكتس. السيستميك سايد افكت زي اي كيموثيرابي تاني، ولكن الموست سيريس هو المايلو سابريشن والميكوزايتس. طبعا السيستميك سايد افكتس دي هتحصل اكتر للناس اللي بتاخد سيستميك 5 فلوروراسيل للكانسرز. لكن اخبار اللوكال ايه؟ لو انا بدي توبيكال 5 فلوروراسيل او انتراليجنال هل في ريسك اوف سيستميك توكسيسيتي؟ احنا قلنا ان النسبه اللي بيحصل لها سيستميك ابسوربشن نسبه ضئيله جدا غير كافيه انها تعمل سيستميك توكسيسيتي. على الرغم من ذلك في فيو كيس ريبورتس اوف سيستميك توكسيسيتي فولوينج توبيكال 5 فلوروراسيل، والحقيقه ان كان بعض البيشنتس منهم عندهم بروفاوند ديفيشنسي للانزيم اللي مسؤول عن الميتابوليزم اللي هو الداي هايدرو بايرميدين دي هيدروجينيز اللي قلنا عنه. طيب اللوكال سايد افكت الموست كومن هو اللوكال اريتيشن، وده اكتر مع التوبيكال، والانجكشن والبين ده اكتر مع الانتراليجنال انجكشن. في كمان ممكن يحصل هايبر بيجمنتيشن انفلاميشن او فوتو توكسيك رياكشن، ورير ممكن يحصل نكروزس وسكندري انفكشن. طبعا السايد افكتس دي بتبقى اكتر مع الانتراليجنال عن التوبيكال. طيب ازاي نافويد؟ اولا لازم نفهم ان الاريتيشن والانفلاميشن اللي ممكن يحصل للليجن بعد التوبيكال 5 فلوروراسيل كريم او كده ده من الحاجات اللي اكسبكتد، ولازم اقول للبيشنت بتاعي انه خلال اسبوع خلال 10 ايام الليجنز مثلا الاكتينيك كيراتوزيس هيبدا يحصل فيها شويه اريثيما، ممكن يحصل شويه سكيلز، وده طبيعي لان الخلايا دي لما هيحصل لها ابوبتوزيس وتموت او يحصل لها سيل ديث ايه اللي بيحصل؟ التيشو نفسه بيعمل انفلاميشن، بيدينا بيحصل فيه انفلاماتوري رياكشن، فده اكسبكتد وده يدل ان الدراج افكتيف واز دوينج هيز ورك يعني. طيب طيب لو حصل، وبقول للبيشنت لو حصل الاريتيشن بيوقف الدراج فتره لحد ما الاريتيشن ده سبسايد، ممكن اضيف مولينت خفيف او في بعض الاحيان ممكن اضيف مايلد سترويد لحد ما الانفلاميشن يسبسايد، وبعد كده ممكن اكمل التريتمنت تاني. طيب ده اكتر، يبقى الاريتيشن اكتر هلاقيه مع التوبيكال او الكريم فورم يعني. طيب البين طبعا مشكله كبيره جدا في مع الانتراليجنال 5 فلوروراسيل هو البين، ممكن يبقى سيفير لبعض البيشنت اللي ممكن يدخله فازو فيجال اتاك، ممكن بعض البيشنتس ما يكملش السيشنز بعد كده عشان البين. طب اتغلب عليه ازاي؟ ان انا ممكن اعمل له ميكسنج مع لوكال انستيزيا، وهنشوف ان شاء الله بعد كده الريشيو ازاي. الحاجه الثانيه ان ممكن لو الليجنز او افيلبل ممكن اعمل مايكرو نيدلينج واعمل ابلكيشن للفايف فلوروراسيل سوليوشن عليها، ده هيبقى ليس بينفول يعني، خاصه ان انا كمان هحط توبيكال انستيزي قبل المايكرو نيدلينج نفسه. طيب الفوتو توكسيك رياكشن نخلي بالنا ان البيشنت لو عنده مثلا اكتينيك كيراتوزيس في الفيس او في الفور ارم ما يدهنش الكريم ويطلع للشمس هيحصل له فوتو توكسيك رياكشن. تمام. السوبرفيشال نيكروزيس اللي بتحصل دي ممكن نتجنبها لو انا عارف او ان انا احدد الليفل اوف انجكشن على حسب النيتشر اوف ليجن. بمعنى انا مثلا عندي ليجن بورت او عندي كانسر او سكن نيو بلازم يعني، وعايز اعمل له اتخلص منه، ففي الحاله دي لا انا الانجكشن بتاعي هيبقى في السوبرفيشال ديرمس لان انا عايز الليجن از هول يحصل لها ايه؟ يحصل لها نيكروزس. لكن لو ليجن زي الكيلويد او الهايبرتروفيك سكورز اخلي بالي ان الليفل اوف انجكشن هنا يبقى في الميد ديرمس ديبر شويه، بحيث ان انا ابعد شويه عن الابيديرمس واحافظ قدر الامكان ما يحصلش له نيكروزس واحافظ على الانتجريتي اوف ابيديرمس. لو جينا نتكلم على الكونترا اندكيشنز اوف 5 فلوروراسيل هو كاتيجوري دي، يعني في بوزيتيف ايفيدنس اوف هيومن فيتال ريسك. تمام. بالتالي هو كونترا اندكيتد اثناء البريجننسي خصوصا في الفيرست تريمستر وكمان بعد الاسبوع 33 من الحمل، لان هنا ممكن يعمل حاجه اسمها الفنتريكولار ستيبتال ديفكت. وكمان كونترا اندكيتد اثناء اللاكتيشن لو البيشنت عنده ديفيشنسي
ومعروف ان عنده دي بي دي اللي هو الداي هايدروكلاينمدين الدايم ديفيشنسي يبقى كونترا انديكيتد، لو عنده مايلو سبريشن، لو عنده هيباتيك او رينال امبيرمنت برضه هيبقى كونترا انديكيتد. لو البيشنت عنده هيستوري اوف هايبر سنسيتيفيتي للفايفلوروراسيل او ريليتد دراجز الفلوسايتوزين والكابستابين برضه ده من الكونترا انديكيشن. طيب في الاطفال ودي نقطه مهمه جدا، فايفلوروراسيل وده سؤال كتير بيقابلنا، فايفلوروراسيل ممكن اديه للاطفال؟ طب اديه من سن كام؟ طب هل في ماكسيمم دوز؟ الحقيقه احنا كان لينا بيبر عن السيفتي اوف توبيكال ميديكيشن فور ذا بيدياتريك بوبيوليشن، حاولنا فيها نعمل ريفيو لمعظم التوبيكال ميديكيشنز اللي بنستخدمها، اللور ايج ليميت من سن كام اقدر استخدمها، الماكسيمم دوز، لو في بريكوشنز معينه نستخدمها في الاطفال. في جزئيه التوبيكال 5 فلوريوراسيل الحقيقه ما كانش في جايد لاينز موجوده على اللور ايج ليميت او الماكسيمم دوز، لكن لما عملنا ريفيو للبيبرز والريسيرشز اللي موجوده قدرنا نخلص منها الى تو ريكومنديشنز. الريكومنديشن الاولانيه ان احنا الفايف فلوريوراسيل السيستميك هو نوت اف دي ابروفد بلو ذا ايج اوف 18. على الرغم من كده لا، في بعض الحالات الكانسرز في الاطفال اقل من 18 سنه ممكن يستخدموه لو البنفيتس بت اوت ويز الريسك. دي حاجه. لما رجعنا شفنا الريسيرشز اللي كانت مستخدمه توبيكال 5 فلوراسيل في علاج مثلا وورت في الاطفال، لقينا ان كان اصغر بيشنت كان فيه 4 سنين وما كانش فيه وما كانش ما حصلش ليه يعني سايد افكتس. تمام، اذا ما فيش جايد لاينز على اللور ايج ليميت وممكن استخدمه في السن الصغير وخاصه لو الكريم فول. تمام، لكن طبعا البين انا شخصيا ما بالنسبه للانترا ليجنال 5 فلوراسيل في الاطفال خاصه لو الطفل صغير السيفير بين اللي بيبقى موجود فيه ده يعني بلاش نستخدمه لان هيعمل تروم اصلا للطفل يعني. طيب بالنسبه للماكسيمم دوز احنا قلنا في الادلت ما نزيدش عن 100 مللي جرام في السيشن، فاحنا خلينا نص الدوز يعني تقريبا ما نزيدش عن 50 مللي جرام، يعني هي سرنجه واحده في السيشن. يبقى احنا كده تطرقنا سريعا للفايف فلوريوراسيل، عرفنا يعني ايه الفايف فلوريوراسيل، عرفنا الميكانيزم اوف اكشن، الانديكيشنز، عرفنا السايد افكتس والكونترا انديكيشن، وامتى استخدمه في الاطفال والبريكوشنز بتاعته. ان شاء الله ده كده الجزء الاولاني من المحاضره، ان شاء الله بعد كده هيبقى في جزء ثاني باذن الله هنتكلم بقى عن الابلكيشنز ان سكين ديزيز الكومن، اكتينيك كيراتوزيس، بي سي سي، الوورز، الهايبرتروفيك سكارز، الفيتيلوجو والسورايسز، ايه البريكوشن سواء هستخدم توبيكال ولا هستخدم انتراليجنال، لو في حاجه في الدايليوشن، لو انا هعمل ميكس ترايمسيلون او بلوكال اناتيزي هعمل ميكس ازاي والريشيو ازاي، لو في نيور انديكيشنز للفايف فلوريوراسيل، لو بالنسبه للكومباينيشنز ايه الكومباينيشنز اللي افكتيف وايه الكومباينيشنز اللي ما لقوهاش افكتيف، ده بناء كله على الكلينيكال ترايلز والستاديز المنشوره. فان شاء الله باذن الله الجزء الثاني هيبقى الكومن الفايف فلوراسيل ان كومن ديزيز، لو في بريكوشنز او النقاط الكلينيكال بوينتس اللي نخلي بالنا منها. شكرا جزيلا.